بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله مساءكم بكل خير. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أنزل في هذه الساعة المباركة على إخواننا في فلسطين، على المجاهدين في فلسطين وفي شمال سوريا وفي كل مكان، أنزل عليهم يا ربنا مددا من عندك وجندا من عندك يا أرحم الراحمين. ثبت أقدامهم، وحد صفهم، سدد رميهم يا رب العالمين. احفظ أهلنا، احفظ نساءنا وإخواننا وأطفالنا من كيد المجرمين الصهاينة. اللهم ردهم خائبين، واجعلهم وأسلحتهم وعتادهم غنيمة للمسلمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. والله يا أخواننا ما نملك لهم إلا الدعاء، وقلبنا يتفطر وما ندري ماذا نفعل، ونشاهد المشاهد المرعبة المخيفة التي لا يتحملها إنسان مهما كان، يعني ما يصب على رؤوسهم من الحمم ومن الصواريخ، كيف تدمر البيوت والعمارات، ونعم تدمر المدينة بأكملها. حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء هم أعداؤنا، هؤلاء هم الصهاينة المجرمون الذين لا يعرفون إلا ولا ذمة، هؤلاء الذين يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف حقيقتهم والقرآن كشف حقيقتهم ودلنا على الطريق الذي يعني يجب أن نتعامل به معهم. لا يضعهم معهم سلام ولا أمن ولا أمان. قوم يعني جبلوا على الغدر وعلى الخيانة وعلى الفساد وعلى القتل وعلى شرب دماء غيرهم، يعتبرون عن حالهم أنهم شعب الله المختار وبقية الشعوب لا تساوي شيئا عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان، وإنه ولي ذلك، إنه الجبار، إنه القهار، إنه القادر على كل شيء. وقفنا أيها الأحباب عند سورة الإنسان. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. هذه سورة الإنسان التي كان يقرأها نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة فجر يوم الجمعة، هي والسجدة. يعني في سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوتها، مثل الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، ومثل الإنسان السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، ومثل سورة قاف كان يرددها صلى الله عليه وسلم ويأخذ من آيات كثيرة
في خطبه يوم الجمعة، يقول بعض الصحابة: ما حفظنا سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم الجمعة. فهذه طبعا إضافة إلى سورة الكهف التي كانت يعني أيضا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا وارشدنا إلى قراءتها. سورة الإنسان هي سورة مكية، سبحان الله. وهذه السورة المباركة العظيمة سميت بسورة الإنسان، وأول إنسان هو آدم عليه السلام، وأول من خلق الله عز وجل. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا ليس سؤال، يعني لا يسألنا الله، وإنما معنى هل قد أتى على الإنسان. المقصود بالإنسان هنا قالوا الناس كلها، لكن المفسرون قالوا هو آدم، هو أول الناس، يعني هو أول إنسان. هل أتى الإنسان؟ هو لم يكن قبل إيجاده وخلقه من تراب، ثم من طين، ثم من طين لازب، ثم من حمأ مسنون، ثم من صلصال كالفخار. تدرج في هذه يعني الأمور هذه عليه السلام آدم، فهو أول من خلق. هل أتى؟ من لم يكن قبل خلقه بشيء. لذلك يعني ورد أن في الحديث الذي رواه أبو هريرة وفي مسند الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خلق الله آدم: جعل إبليس يطوف حوله، يأتيه من اليمين ويأتيه من الشمال، فرآه أجوف، يعني ما له يعني له قلب، وقال: خلاص تمكننا منه، طالما أنه كذلك يعني سنطغيه ونحاول أن نصرفه عن طريق الحق. هذا ورد يعني في الحديث، ما أدري يعني صحة هذا الحديث. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، قد أتى على الإنسان حين، والحين هو الزمن، الزمن. طبعا قبل أن يخلق آدم ما كان في بشر، وحتى لما يعني خلق يعني كان في فترة في خلقه، كما ورد يعني المراحل هذه التي مر بها من طين، ثم من طين مع ماء، ثم من حمأ مسنون، ثم من صلصال كالفخار، إلى أن خلقه الله سبحانه وتعالى، في كما ورد في الحديث: إن الله خلق آدم على هيئته، يعني كما هو، كما خلقه سبحانه وتعالى في أحسن تقويم. إذن الإنسان هنا هي قيل جنس الإنسان، ولكن المفسرون قالوا آدم، لأنه جاي بعد منها إنسان ثاني. لم يكن شيئا مذكورا، يعني هذا الإنسان ما كان له أثر، وما كان يعرف شيء، ولا كان موجود. فالله سبحانه وتعالى تمت حكمته وقضى بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والحين قالوا ما بين تصويره إلى أن نفخت الروح فيه، لأن نفخ الله الروح فيه. هذا هو الحين، من يوم خلقه من طين، ثم بعد ما تم خلقه نفخ الله فيه الروح، فهذا هو الحين. إذن الحين من يوم تصويره إلى نفخ الروح فيه. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان مهملا، ما حدا يعني يعلم عنه شيئا، ولا يعرف عنه أحد شيء، ولا يعني ما له وجود، ما له أثر هذا الإنسان. لكن بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى صار له مكانة وله منزلة وله عند الله قيمة عظيمة، خاصة إذا التزم أمره وأطاعه. إنا خلقنا الإنسان، هنا الإنسان الناس كلهم من نطفة، لأنه آدم ما خلق من نطفة، آدم خلق من تراب. أما نحن بعد آدم صار الخلق عن طريق النطفة، وهي المني، نطفة مني الرجل ومني المرأة،
يتحدان ويتشكل منهما الجنين ويكون بعد ذلك إنسان في أحسن تقويم. إنا خلقنا الإنسان، إذا الإنسان الأولى آدم والإنسان الثانية الناس جميعا، كل الناس، إنه خلق من نطفة، فالأول خلق من تراب، الثاني خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني اختلاط مني الرجل بمني المرأة يسمى أمشاج. الإمشاج الاختلاط، حين يختلط ماء الرجل بماء المرأة يخرج منه بإذن الله إنسانا ذكرا أو أنثى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ماء مختلط أو أخلاط، أخلاط مني الرجل بمني المرأة. نعم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه يعني نختبره بالأحكام بالتكاليف بالأوامر بالنواهي، هذه يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقه لغاية. نعم، ما خلقنا يعني أحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من أجل هذا الابتلاء وهذا التكليف جعل الله له السمع ليسمع، وجعل له البصر ليبصر حتى ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، استكمال خلق الإنسان بهذه الحواس. فالله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة، ثم بين هذه النطفة أمشاج، ثم بعد ذلك قال من أجل الاختبار والامتحان لنبلوكم أيكم أحسن عملا، وحتى يكون الاختبار يعني فيه عدل أوجد الله سبحانه وتعالى للإنسان السمع والبصر والعقل والحواس لتعينه على هذا الاختبار وعلى القيام بالتكاليف الشرعية. إنا هديناه السبيل، هنا السبيل قالوا تفسير غريب، قالوا يعني معرفة الخروج من الرحم إلى الولادة، يعني قال هذا الطريق، طريق هديناه السبيل أن يخرج، ولكن السبيل هنا طريق الحق وطريق الشر، طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل يعني الطريق الذي يسلكه، بين له طريق الخير وبين له نتيجة هذا الطريق وبين له طريق الشر ونتيجة هذا الطريق، حتى لا يكون فيه هناك ظلم ولا يكون هناك فيه يعني إجحاف في خلق هذا الإنسان. والله عز وجل يعني أوجد له حرية الاختيار، هديناه السبيل. والهداية هدايتان كما ذكرنا، تذكر ما هي وما الهداية؟ نوعان، هداية دلالة، دلالة وإرشاد، يهدي يدل، ولهذا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الله سبحانه وتعالى هداهم دلهم قالوا هذا طريق الحق، اتبعوا نبي الله صالح ولا تقربوا هذه الناقة، وخلاص الناقة كانوا يشربوا منها حليب ولبن كل القبيلة، لكن سبحان الله يعني تنكبوا طريق الحق وخالفوا وعصوا الله سبحانه وتعالى. هذه الهداية، هداية دلالة وإرشاد. والهداية الثانية هداية التوفيق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية الثانية في القلب، هذه يملكها الله عز وجل. أما الهداية الأولى يملكها كل إنسان، تدل الواحد إن هذا طريق الصح هذا طريق الخطأ، أما إنك تجعل في قلبه إيمان ما تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم حاول مع عمه أبو طالب، نوح كم حاول مع ابنه، هل أفاد ذلك شيئا؟ لم يفيد ذلك، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إنا هديناه السبيل عن الطريق، هذا السبيل له نتيجتين، إما شاكرا وإما كفورا، شاكرا وإن مصيره الجنة، وكفورا مصيره النار.
يعني شاكر يسلك طريق الخير وطريق الرشاد وطريق السداد فيوصله إلى مرضات الله وإلى الجزاء العظيم يوم القيامة. والثاني لا، يسلك طريق الشر، طريق إبليس، يتبع الهوى، يتبع نفسه، خلاص ما رافض، ما يريد الحق، ما يريد، ويرى هذا لكن ما يريد، فخلاص. ونعم ولو نعم لو كان لو أسمعهم يعني هؤلاء لو كان فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دائما يسأل الله الثبات على طريق الحق وطريق الهداية، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والقلب مثل ريش في فلاة بتغيير الهواء، يخذ يمين وشمال. نعم، فالإنسان دائما يسأل الله الثبات على دين الحق، الثبات على دين الهداية، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يميته على الإيمان، أن يحييه على الإسلام. دائما الإنسان، نعم، إنا هديناه السبيل الطريق لهذا الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا. ربك وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة. نعم، ولا يحب لعباده الكفر، وإن يشكروا يرضه لهم. الله سبحانه وتعالى ما يجبر أحد، اختيار، اختار أن تمشي، أخي هذا طريق تمشي تسلك يصلك إلى النتيجة الفلانية، وهذا الطريق الآخر تسلكه يوصلك إلى النتيجة. فالله عز وجل لم يجبر أحدا ولم يلزم أحدا، فجعل الاختيار للإنسان، اختر طريق الحق، عندك سمع وعندك بصر وعندك عقل، اختر الطريق الذي يوصلك إلى النجاح وإلى الفلاح يوم القيامة. إنا أعتدنا للكافر، أعتدنا يعني أعددنا يعني هيأنا، إنا هيأنا للكافرين سلاسل، السلاسل التي يقاد فيها، يربط بسلسلة ويخدو إلى جهنم، نأخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني يربط بسلسلة ويجر إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، السلاسل ما ينقاد به الكافر يوم القيامة. نعم، وأغلالا، الأغلال هي القيود، قيود هذه تربط في يديهم وتربط في أعناقهم، نعم، إلى 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 الأعلى، سلاسل وأغلال. هؤلاء الذين عطلوا هواسهم يعني وسلكوا بطريق معصية الله عز وجل وارتضوا الكفر، لم يؤمنوا بالله، فالله يبين لهم أن مصيرهم أنهم سيسحبون إلى نار جهنم ويعذبون، وتوضع السلاسل في أيديهم، والأغلال أيضا القيود، وسعيرا النار المستعيرة الملتهبة. وقلنا نحن جهنم لها دركات، وكل اسم يدل على شيء، السعير المستعير يعني المشتعل، نار شديدة. إن الأبرار الأتقياء، نعم، الأبرار الذين يعني أطاعوا الله، الذين أطاعوا الرسول، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالبر هو يعني التقوى، العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. الأبرار، كما أن الكافرين يقادون بالسلاسل والأغلال، فإن الأبرار يوم القيامة يشربون من كأس، الكأس كأس من خمر، لكن ليست كخمر الدنيا، هذه الخمر مزاجها كافورا، يعني مخلوطة بالكافور. وقالوا هذا يشربها أهل اليمين، يعني بيخلطوها، مزاجها ممزوجة، الكأس من الخمر فيها كافور، الكافور هو عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طيب، قال هنا مزاجها يعني ممزوجة لأهل اليمين، أما المقربون ما تمزج لهم، يشربوها صرف 100%، يعني مثل بيقولوا ما فيها أي شيء يضاف إليها، وهذا طبعا يكون طعمها ألذ ورائحتها ألذ وشربها يعني غير شكل. أما التي مزجت طبعا طيبة ولذيذة، لكنها ممزوجة بأقل درجة من الذين يشربونها، لأن المقربون تأخذ الدرجة الأولى، المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم، وأهل اليمين يعني أقل منهم، الجنة بدرجات، حتى
أهل اليمين يتفاوتون في الدرجات، حتى الشهداء قال 100 درجة، كل شهيد له درجة حسب يعني حسب عمله وحسب شهادته وحسب إيمانه وحسب يعني إخلاصه لله سبحانه وتعالى، ما بين الدرجة والدرجة، الدرجة ما بين السماء والأرض. وإن أهل الجنة ليتراءون في السماء كما نتراءى الكواكب في السماء، نحن كما نشوف النجوم أهل الجنة كذلك، في ناس درجات عالية دور الله أعلم بيننا وبينه مسير 500 سنة، فيتفاوتون حسب أعمالهم وحسب قربهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى. إن الأبرار الأتقياء الصالحون عكس الفجار، أصحاب البر، أصحاب الطاعة والإخلاص، يشربون في مرات يأتي يشربون ويسقون، يشربون بروح بيشربوا، لكن يسقون يجيبوا لعندهم ويتفضل اشرب. في فرق بين يسقى ويشرب، يشرب هو بروح ياخذ الكوب محطوط أكواب يعبي الكوب بسم الله. أما يسقون لا يجي لعندهم، هو بيروح يشرب لا الماء بيجي لعنده، في من جيب له الماء أقول الله يشرب. هاي الفرق بين يشربون كأسا كان مزاجها يعني ممزوجة مخلوطة بالكافور، كافور عين اسمها في الجنة كافورة، عينا يشرب بها عباد الله. ليش قال يشرب بها ما قال يشرب منها؟ شلون يشرب بها؟ قال حروف الجر في القرآن تتناوب، تأتي بمعنى يعني بعضها بيجي بمعنى معنى ثاني، هنا يشرب منها عباد الله بها، يعني يشرب من هذا من هذه العين، خليكم معي، يشرب بها يعني يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني شو يفجرونها؟ قال تنقاد لهم حيث ساروا، يلا تعالي معي تمشي وراء المي، بيمشي النهر وراء، أنا رايح للفاتح مثلا، يلا تعال يجري وراء، يجري النهر خلاص بأمره، يأتمر بأمره، يفجرونها تفجيرا. شوف النعيم العظيم، شوف هذا العطاء الإلهي للمؤمنين الذين يتصرفون فيها كيف شاءوا ويديرونها كيف شاءوا. تعالي روحي من هنا، امشي من هنا، أمر ما في مجال، يعني هي تنقاد وتطيعه، هذه العيون، هذا العين الذي يشرب بها عباد الله، عباد الله أهل الجنة. نعم يشرب بها يروى ويتلذذ ويرتوي ويشعر باللذة والسعادة، وهذه مو مثل شراب خمر الدنيا، خمر الدنيا يروى عقله وتسبب له الأمراض وتسبب له يعني تصرف المجانين، تذهب العقل. أما هنا هذا طعمها سبحان الله، كل ما شرب بده يشرب أكثر، ما يرتوي منه، ما يرتوي من طعمها، من لذتها ومن شكلها ومن يعني ما جعل الله فيها من لذة للمؤمنين. أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، شو معنى تفجرونها تفجيرا؟ يتصرفون بها حيث شاءوا، يديرونها كيف شاءوا، يوفون بالنذر. من هؤلاء الأبرار؟ قال يوفون بالنذر. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيء لم يكن ملزما به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذم إنما يستخرج النذر من بخيل، لأن المسلم يبادر بالطاعة، ما يحاجة أن يشرط لربه، يعني أنا يعني يا ربي إن 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 شفيت ابني، إن حصلت مالي، إن جاء ولدي من السفر فأنا سأصوم شهرا أو أتصدق بـ1000 ليرة أو أطعم كذا فقير، لا، المسلم لا يشرط على الله سبحانه وتعالى، وإنما يبادر إذا نذر، والله أنا كذا يعني جاني أمر يعني فيه فرح وفيه سرور ونصر الله إخواننا ويدهم، قلت
أنا بدي أصلي لله يعني 10 ركعات أو أصوم 3 أيام شكرا لله. طاعة عبادي هذه يوفون بالنذر. النذر أن تلزم نفسك شيئا لم يكن ملزم لم تكن ملزما فيه. وهذا النذر من علامات أهل الإيمان وأهل التقوى أنهم يبادرون ويسرعون إلى تنفيذه، يوفون بالنذر. والنذر له عدة أنواع. نذر الطاعة هذا اللي قلنا لكم عنه، الإنسان ينذر لله عز وجل إن العام القادم إن الله يحب يروح يحج، يروح يحج أو بده يعمل عمرة أو بده يعني يعمل في شيء من فعل الخير. ونذر النذر الثاني نذر المعاوضة، إذا حصلت المصاري التي سرقت مني فسأتصدق بألف أو بألفين ليرة منها شرط، يعني هو أي شرط أنا إذا لقيتها بدي أتصدق، هذا بيسموه معاوضة. يعني كرهه العلماء، أنت لا تشرط على الله عز وجل، أنت يا أخي إذا إجا ملك تصدق بدون ما تقول إنه أنا بدي أعطي، أنت من حالك بادر، لا تشرط على الله فعل الطاعة، لا تشرط. يعني هذا بيسموه نذر المعاوضة، يعني شيء مقابل شيء. وهذا كثير موجود يعني بين الناس، يعني دائما بينذر لحاجة، أبوه مريض، أخوه مريض، ابنه مسافر، جاء خبر إنه كذا، فينذر إذا كان الخبر مو صحيح بده يعمل كذا وكذا، فهذا يعني إنه بسموه نذر المعاوضة، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخلص به من البخيل. نذر المعاوضة يستخلص أو يستخرج من البخيل، هو الذي يشرط على الله عز وجل. أما المؤمن يبادر بفعل الطاعة بدون ما يشرط على ربي سبحانه وتعالى شيئا. النذر المباح، الله نذر علي أن أكل سندويش 3، كل ما حدا يقولك فيه نذر علي أنه والله أروح أسهر عند أبو عبده أنا والشباب، ما في شيء، هذا يعني نذر مباح. نذر علي بدي ألبس والله ثوب أبيض، ألبس ثوب أبيض ولا ثوب أزرق، أنت حر يا أخي، هذا مباح يعني ما في شيء، هذا نذر مباح. لا يعني هذا لا يتعلق في حكم. في نذر معصية، يقول نذرا علي أن لا 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 أصل أخي طول عمري. يعني هنا يعني سيقطع رحمه، نذر معصية. نذر علي أن أشرب خمرا، أعوذ بالله، شو أن لا أصلي، خرب بيتك على الشغل، شو أنت تنشر يعني تنذر أنك ما تصلي. نذر علي أن لا أعطي فقيرا بعد اليوم درهم، شاف واحد ضحك عليه يعني لعب عليه أخذ منه مبلغ، فنذر إنه خلاص ما عاد يعطي واحد ولا ليرة واحدة، تمنع حالك من الخير أنت، هذا نذر معصية، نذر معصية هذا لا يجوز، بده يكفر عن يمين عن 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 نذره كفارة اليمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، فهذا نذر المعصية. يعني واحد نذر إنه ما يكلم أخوه، ما يكلم أبوه، ما يعني ما يأتي المسجد، ما يصلي في المسجد، ما يأتي مصلى دار الإحسان أبدا، نذر عليه. شو النذر هذا؟ هذا نذر معصية، روح طلع كفارة وروح للمسجد وصلي وزور أخوك وزور أبوك وافعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا بسموه النذر المعصية لا يجوز. نعم، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصيه، ودي يطلع كفارة يمين. نذر اللجاج أو الغضب، واحد غضبان وبدي أنا أعمل كذا وأضرب فلان، نذر علي أن أضرب فلان أو يعني أضرب زوجتي أو أضرب ابني أو كذا، ساعة غضب انفعل كذا، هذا عليه كفارة يمين، يعني هذا نذره كفارة يمين، بيسموه نذر الغضب أو نذر اللجاج. فهذا أنواع النذور. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا
يوفون بالنذر للمؤمنين الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوما يعني يوم القيامة كان شره مستطيرا، يعني ينتشر هذا اليوم تنتشر النار وتستطير تطير في كل مكان، يتصل كل إنسان تعم جميع الكفار، هذا مستطير مستطير ولطيف أبدا، وصلت لكل إلا المؤمنين ما تأتيهم، تأتي جميع الكفار وجميع أعداء الله سبحانه وتعالى، هذه يوم القيامة. نعم، يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهنا يعني يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شو معنى مستطيرا؟ منتشرة. شو؟ المستطير المنتشر، يعني ينتشر في كل مكان، ينتشر ينتشر يعني يوصل إلى كل الأجزاء والبنون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه من صفات الأبرار كذلك. الله يعني بيننا صفاتهم، يوفون بالنذر، يطعمون الطعام على حبه، قالوا على حب الله ولا على حب الطعام؟ قالوا على حب الطعام، هو يحب هذا الطعام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعض الناس يكون عنده يعني شوية فاكهة صار له أسبوع 10 أيام زبلانين ما عم يأكلهم، بيروح يقول بدي أعطيهم لجارنا، لك أنت مالك عم تأكلهم، بدك تعطي جارك أعطيه حاجة طيبة كده يا أخي. كان ابن عمر رضي الله عنه يشتهي العنب في أول الموسم، روح اشتروا العنب، قال راح اشتروا العنب، غالب يكون دائما الحاجة أول موسم غالي، فجاء سائل قال أعطوني مما لله، قال أعطوه العنب اللي شريته، لأن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا بحب العنب هذا وجبت الأكل أعطوه إياه. ودائما الإنسان وسبحان الله كثيرا والله عنده ملابس، عنده ثوب، عنده بنطلون، عنده كذا، تأمل منه يعني، وهو زهق البنطلون زهق صاحبه، قال لنا أعطيه لفلان، قال أعطيه حاجة يخليه يفرح فيها ويدعي له ويستأنس فيها، ما تعطيه والله بنطلون يعني مخيط من هنا وبايخ من هنا وكاحل كالح ما عاد فيه له لون ولا ما عاد فيه، لا دائما الإنسان بده يعني إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمنا الطعام على حبه، يحب الطعام بروح بي. يعني في كثير من الصالحين يكون جايب له أكل على البيت وكذا، بيجي واحد أعطينا عمله شوية تصفيحة هيك بقول له لزوجته بيجي بقى بدنا مال الله شو عندك لخذ عطية أعطونا صحن زيتون لناكله، مين بيعملها هي؟ والله أليه هي، يعني يقول لك يا أخي صرفوه بأي حاجة، أعطوه الرغيف أعطوه شوية لبن أعطوه أي حاجة، خلونا صبيحات إحنا ما نحن نأكل صبيحة، يلا يلا بالشهرين ثلاثة اللي نعملها. فالإنسان كل ما يعني أحب الطعام وأنفقه كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. مسكين ويتيم وأسير، المسكين إذا جاءت مع الفقير بيكون الفقير أتعب، لما كنت تجي المسكين لوحدها تشمل الفقير والمسكين، لأن الفقير بيكون منتوف ما عنده حاجة، المسكين لا عنده لكن ما بيكفيه، يعني عنده حاجة في البيت موجود لكن الفقير أبدا مصفر، البراد مصفر والمطبخ مصفر ما عنده حاجة، الفقير أشد حاجة من المسكين. لكن حين يأتي المسكين هنا لوحده في القرآن يكون يشمل المسكين والفقير. ويتيما، اليتيم من فقد أبوه دون البلوغ، ودائما طيب أمه قال هو يطلق على الأب لأنه أب هو اللي بينفقه واللي بيجيبه وكذا، هو يعني اللي بيكون اليتيم دون البلوغ، لكن لما يبلغ اليتيم خلاص ما هو يتيم صار. وأسيرا، الأسير الذي يخرج معركة، والأسير السجين، يعني ما شفت شلون يعني السجناء شلون بيهتموا فيهم في العالم الإسلامي، شلون بتشوف جلدهم وعظمهم، بتشوف شلون عيونهم طالعة والعظم بتعدهم، منعينهم من الطعام ومن الشراب ومن الأكل، وخلوه يموت موت بطيء، والله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة يوم بدر يوم أخذوا الأسرى قبل ما تتغدوا غدوهم، الأسير يكرم يكرم ولا يؤذى ولا يعتدى عليه، ويعني يبقى في حشمة وفي إكرام، ما هو في مثل سجون البلاد الإسلامية والعربية التي يرى الإنسان يتمنى الإنسان أن يموت ولا يدخل السجن ولا يكون أسيرا
عند الظلمة، لأنهم سيمصون دمه كما تمص البقة دم الإنسان، ويجعلونه يموت من الجوع ويموت من الحرمان، حتى الماء يمنعوا عنه، حتى الطعام. مثل الآن نشتون الآن يعني اليهود قتلهم الله، يعني حاصروا وصل 16 سنة محاصرة غزة، من عينة من 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 يعني من الطعام والشراب إلا يعني ما ييسر الله سبحانه وتعالى لهم. ويطعمون الطعام هؤلاء الأبرار على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وين هؤلاء؟ وين هؤلاء؟ أين نجدهم اليوم يا أخواننا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، حتى ما يريد منه تقول جزاك الله خيرا، خلاص الله يجزيه، والله عارف شو عملت أنت وشو طعميت وشو أعطيت. فأنت لا تنتظر ممن أعطيته، يعني في بعض الناس يعطي واحد ادعي لنا، لكن أخي أنت التي أعطيته العشرين مرة بالدول التي يدعي لك يحطك وزير يعني، ولا يبعث لك الله منه ولا يرى شو، خلاص الله عارف ومطلع. فأنت لا تطلب منه، لا تطلب من الفقير اللي أعطيته، خلاص يعني أنت قل الله يفرج عليك والله يهيئ لك وكذا. ما يعني كره بعض العلماء أن يقول الإنسان ادعي لي، كره يعني أنت صار في معاوضة، يعني أعطيتك مش أنت ادعي لي، يعني إذا ما أعطيتك ما بتدعي لي. فيعني يعطيه الإنسان لوجه الله، لوجه لا نريد منكم جزاء، ما يعني جزاء حتى يقول جزاك الله خير، هذا جزاء. وهو إن كان قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ، يعني من صنع إليكم معروفا ولم أنت تستطيع ترد عليه يقول جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء، يعني أعطيت زيادة، أنت أعطيت زيادة عن اللي أعطاك إياه. فهنا الأبرار لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تشكرونا، خلاص الله سبحانه وتعالى هو اللي مطلع وعارف. وأنت أما تضعها في يد الفقير تضع تكون في يد الله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قبل ما يقع الدم على الأرض يقع عند الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان له أجر عظيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرينا، يوما عبوسا اليوم بيعبس. عمركم شفتوا يوم بيعبس؟ قال اللي يعبس هم الكافرون من شدة الأهوال يوم القيامة، فهم في حالة عبوس، في حالة عبوس لما يروا من أهوال ومن مخاوف ومن أشياء تشيب لها الغلمان. يوما عبوسا عبر عن اليوم، لأن الناس كلهم في حالة يعني خوف وذعر وعبوس، ويعني وجهه متغير ووجهه كالح ومقطب بين جبهته وبين عينيه. هذا هو يوما عبوسا قمطريرا، قمطريرا يعني شديدة، شديدا عبوسا يعني أهوال شديدة ومخيفة ومرعبة، هذا المقصود به. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، اليوم يوم القيامة لقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. الإنسان أي مكان السرور في القلب، لما يكون مسرور في القلب وين يظهر؟ على وجهه. فنظرة يصير وجهه مضيء ومشرق ومسرور ومرتاح. نعم، إذا لقاهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين اللي ذكر عنهم، هذول اللي يطعمون الطعام واللي يوفون بالنذر والذين يخافون من الله سبحانه وتعالى ويحسبون حساب يوم القيامة، هؤلاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها يعني مستندين، الأرائك لا سرة، متكئ يعني واحد متكئ يحط حاجته متكئ عليه، يعني متكئين على سر على الأرائك، الأرائك السرر. قال هذه السرر عليها يعني مثل الخيمة الصغيرة فوق عليه كده خيمة المظلة، هذه السرر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما في حر ولا في برد، شمس يعني ما في حر، زمهرير ما في برد في الجنة، يعني لا يذوقون فيه بردا
لا يعني هذا نعم يعني بالنسبة لأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ترجل عندهم تتدلى تقترب منهم وذللت قطوفها تذليلا يعني تجي لعنده وبعد ما ياكل منها لحالة تطلع بتروح بده غيرها بيشتهي غيرها تأتي لعنده ما تؤذي لا فيها شوك ولا فيها حاجات يعني تسبب له الإزعاج إنما ذللت مذللة سهلة القطوف نعم تذليلا يأكل منها ما يشاء ثم بعد ذلك تعود وترجع كل ما اشتهى كل ما اشتهى لحالة تأتي دانية قريبة يعني دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية أكواب يعني آنية إناء من فضة سبحان الله يعني الآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا هي هذه الآنية نفسها يعني مثل الزجاج الصافي يعني نحن نعرف إن الفضة ما بي يعني تجيب حاجة الفضة شلون بدك تشوف اللي بسطه ما بتشوف لكن في الجنة إحنا ما عندنا شيء مثل مثال هنا يعني قال كل شيء له مثال يعني في الدنيا تتشابه فيه الأسماء إلا الأكواب اللي من فضة القوارير اللي من فضة ما لها مثال في الدنيا ما في ما لها مثال ما نستطيع إنما تكون صافية من فضة وشفافة ترى ما داخلها ترى ما بداخلها وهي من فضة هذه نوع خاص هذا الله سبحانه وتعالى أعده للمؤمنين ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا يعني هذه قدرت على حسب حالهم وعلى يعني الشيء الذي هم يناسبهم نعم فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل المؤمن يتمتع في نعيم الجنة ويتمتع بلذائذها وبفاكهتها وبشرابها وبطعامها وبحور العين فيها وجن الجنتين دان يعني كل شيء قريب منك أيها الإنسان قلنا القوارير الشفافة والبراقة والجميلة هذه القوارير تكون شفافة وبراقة وجميلة نعم هي لا تكون إلا من الذهب ومن الفضة قدروها تقديرا أي كما يشاءون تكون بأمر الله شو بدك يا أنت إلهائيت ما إلهائيت طويلة عريضة صغيرة كبيرة قدروها تقديرا أي كما يشاءونها تكون بأمر الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ومن الذين يعني ينالون هذا العطاء وهذا النعيم وسورة سبحان الله الإنسان يعني من يقرأها كذا يشعر براحة نفسية بطمأنينة لأنه يرى فيها نعيم الجنة وجزاء المؤمنين في الجنة فكل ما قرأها الإنسان ينشرح صدره ويرتاح ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوتها في صلاة الفجر يوم الجمعة والإنسان إذا قرأ سبحان الله يشعر بالسرور وبالسعادة لأن فيها آيات يعني تدخل السرور وتدخل السعادة على قلب المؤمن الله يسعدنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة ويجعلنا من أهل الجنان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في غزة احفظ أهل غزة يا رب العالمين من كيد الصاعنة المجرمين أنزل عليهم نصرك يا أرحم الراحمين أمدهم بمدد من عندك بجند من عندك وما يعلم جنود يا ربك إلا هو اللهم اجعل ما يصب عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا اجعل أسلحة اليهود وعتاد اليهود غنيمة للمجاهدين في فلسطين أقر أعيننا بنصرهم أقر أعيننا بنصر المسلمين في كل مكان فرج عن المسلمين في كل مكان ارحم آباءنا ارحم أمهاتنا ارحم يا ربنا أموات المسلمين أجمعين اللهم واشفنا واشف مرضى المسلمين واصلح أولادنا وبناتنا وذرياتنا اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تدخلنا الجنة بسلام مع سيد الأنام
نحن ووالدينا وأولادنا وذرياتنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.